اتفضل. الموضوع عصبي. الناس اللي خرجت اتفضل. الناس اللي خرجت من يوم الثلاث اللي فات عشان بس ما نقعدش نظلم ماسبيرو وبالون وغير البالون وخلافه. شعور عند المصريين جميعا حتى الان لم تتحقق الاهداف اللي نفسهم فيها. عداله سريعه، تطهير كامل. الشارع اللي المصريين ماشيين فيه دلوقتي بدءا من الاستفتاء، وانا ما بختلفش على الاستفتاء، شرعي وقانوني وكل حاجه، ولكن بعد 5 شهور من الاستفتاء والاجراءات والقوانين التي اتخذت لحد الان، هل احنا ماشيين في الشارع اللي هيوصلنا؟ الناس حاسه ان احنا مش ماشيين في الشارع اللي هيوصلنا، فما فيش ما يمنع ابدا احنا نقعد ونتفاهم، ومن يقود يفضل يقود برضه، ولكن يغير الدفه شويه بس عشان الناس حاسه ان الطريق ده ما بيوصلش المكاسب. يا اما من يقود يخرج يفهمنا اذا كان الطريق ده هيوصلنا المكاسب، يشرح لنا تيجي ازاي؟ تيجي ازاي مع فراغ امني غير عادي؟ انا عايز افهم. لما ماتش كوره اتامن باكتر من 50-60 ألف عسكري، ممكن تقول لي جوله انتخابيه هتبدا بعد اسبوعين بفتح باب الترشيح لمجلس الشعب وتقعد لمده 2 شهر حملات انتخابيه، هيموت فيها كام؟ مع وضع انا ماليش دعوه بقى، انا بتكلم في الدستور اولا ولا بتكلم في انتخابات اولا، بتكلم على الوضع الحالي اولا. الوضع الحالي بعد اسبوعين افتح باب الترشيح والاقي النهارده اسوان بيتحرق ويموت فيها 10، وبعديها بيوم يموت فيه في حته ثانيه 15 و20 وشرطه. طب وجهه نظر ايه بقى؟ ايه المطلوب وجهه؟ لازم نوقف نوقف نوقف. واللي بيقول ان متمسك ان الطريق ده هو طريق الحل، لا هو مش طريق الحل، ونقعد نتفاهم. مفيش ازمه، مفيش حاجه نزلت مقدسه ولا حاجه. الناس لما قالت نعم في الاستفتاء قالت نعم للاستقرار، انا مش مختلف، والشعب خرج وقال نعم للاستقرار. خد راي الشعب بشكل ما دلوقتي، مش لازم بطريقه رسميه، وانت هتعرف مين اللي هينفع الكلام ده. ازاي لما يموت لي كل يوم 10 15 ولا 20 قتيل كل يوم في جولات الانتخابات، على اخر الانتخابات يكون مات لي 3-4 آلاف قد اللي ماتوا في الثوره 5 مرات؟ ازاي اتقبل وضع زي ده؟ فنؤجل الانتخابات يا سيدي، ده حل مقترح. تاجلها مع فتح باب الحوار الوطني هو كل المحافظات الموجوده في الدوله للاسترشاد برايها في الدستور للاسترشاد، واكسب هذه الفترة الزمنية في ان اعالج الخلل الامني الموجود. انا بتكلم كل دلوقتي اللي قابلناهم هو عدم سرعة الاحكام او عدم محاكمة ما شهداء الثورة، واخد بالك؟ فكل انا مش معترض، كل الفئات دي هي الشرارة. انا بقول لحضرتك الاجراءات والقوانين التي اتخذت باعتبارا من 12 فبراير لحد النهاردة، طالما ما حققتش لحد دلوقتي الاهداف بنسبة بأي نسبة، خلاص نقف ونشوف خطوات تانية. ايه الازمة؟ ما البلد بلدنا، ايه الازمه؟ انا ما بقولش للي ماسك يمشي، خليك، ما فيش مشكله، بس في متغيرات حصلت. الناس اوعى تقول لي ان الناس كانت متخيله، ولا حتى المجلس العسكري كان متخيل ان احنا هنقعد 6 شهور بفراغ امني. صح، مين اللي قال الكلام ده؟ كنا متخيلين اسبوع 2-3-4-5، ولكن الوضع متطور جدا. النهارده في اماكن موجوده في جمهوريه مصر العربيه شرطه ما بتنزلهاش، لكن كل جمهوريه مصر العربيه ما فيها انتخابات. مفيش حته هيقول لك اصل الحته دي ما بينزلهاش شرطه في شارع في الانتخابات، مفيش الكلام ده. فالناس هتموت بعض. الله، اذا كنا اجلنا ماتش كوره مفيش اي ازمه في الدنيا، عشان ممكن الناس تتعور. خناقه من كام يوم بتعور فيها 1000، خناقه في ساعتين متعور فيها 1000. هو دم المصريين رخيص يا اخوانا؟ هو الدم رخيص للدرجه دي؟ طيب ما بنقولش اكتر من كده. شكرا.